الجرة حكاية من الشرق. السلام عليكم. وعليكم السلام، حمدا لله على السلامة. تفضلوا تفضلوا، يمكنكم التجول في الدار حيث تشاءون. شكرا يا صالح. أترين يا أم حسن، تلك هي حدود العقار بما فيه من بناء وحيوانات. إنها واسعة وجميلة حقا، هي فعلا كما حدثتني عنها. هذه هي الأرض التي سنشتريها يا أبي إن شاء الله. هل أعجبت يا ربيع؟ جدا يا أبي. وأنت يا حسن، أين أرضتها خاصة؟ وموقعها قرب النهر ممتاز، لكنها تحتاج إلى عمل كثير. يا حمور، قلت لك تحرك. تحرك يا حمور، تحرك. يا له رجل بعيد، أتعرفه يا؟ طبعا أعرفه، إنه عناد. مرحبا يا عناد، كيف حالك؟ تفضل تفضل. شكرا يا صالح، فلدي عمل كثير. قلت لك تحرك يا حمور، هيا. إنه أحد الجيران بالمناسبة، كلهم ظرفاء يعرفون حق الجوار، لكن عناد هذا له طباع غريبة أحيانا. وهل منزله قريب؟ إنه أقرب الجيران، دعونا نرى الدار. هيا بنا. يبدو البناء بحاجة إلى ترميم. هذا صحيح، لقد تركته منذ سنوات طويلة. ليدخل، تفضلوا تفضلوا. ألا ترى أن الجدران بحاجة إلى إصلاحات كثير يا أمي؟ معك حق، حتما سنقوم بترميمها. كيف وجدتم الدار؟ لا بأس بها. بقي أن نتباحث في الثمن. أظن أننا متفقون، أليس كذلك يا أمين؟ بلى اتفقنا، ولكن الدار. الدار بحاجة إلى عمل كثير. نعم. بصراحة أخبره أنت يا أمين. ما الأمر؟ ما بكم؟ في الحقيقة لم نستطع أن نجمع 4000. لا تقلق يا رجل، كم معكم الآن؟ 3000 وعدي وسواري. دعيها معك، سأنتظر حتى نهاية موسم. أقدر مساعدتك يا صالح، ولن أنسى ما حييت. هاي هذا رائع. صباح الخير يا أمي. صباح الخير يا بني. من غير فلوس خالص. Bye.
يتزين. بابا كن مثل الأزهار، غني واضحك غرد كالأطيار. مضى عليك زمن طويل وأنت تعاني الغربة والوحشة أيها البيت القديم. وأنت أيتها الحديقة الحزينة ستمتلئين بالأزهار والبلابل والأطيار، فهني لنا أبدع الألحان. سنصلح الجدار والسقف والأسوار ليفرح الجميع بالمنزل البديع. اصبر وعمل هيا جمر، بسواعدنا نبني الدار، بسواعدنا نبني الدار. هيا نبدأ بالترميم، يحيا تجديد القديم، يحيا تجديد القديم. نعمر هذا البيت محبة، نسكن في روض ونعيم. نحن أقوى الناس إرادة، نحن بالعزم أشداء. نزرع زرعا لأجل حصادا، نسعى دوما للعليا. نحن أقوى الناس إرادة، نحن بالعزم أشداء. نزرع زرعا لأجل حصادا، نسعى دوما للعليا. نملأ هذا البيت سعادة، نملأ هذا البيت هنا، نملأ هذا البيت هنا. ما هذا؟ جرة؟ ما الوضع هنا؟ إنها هل أنا في حلم؟ جرة ذهب؟ أبي أبي أمي أين أنتم؟ تعالوا تعالوا وانظروا كما وجدت. ما بعثه وجد؟ نعم سأبني بيتا جميلا، إنه يوم السعد. إنه يوم السعد. ماذا تفعل يا عينيك؟ أخفض صوتك يا امرأة، تعالي وانظري، لقد عثروا على مال عظيم. وما شأنك بذلك يا رجل؟ ماذا سيكون موقفك لو شاهدوا؟ كفاك هراء يا امرأة، قلت لك مال عظيم. آه منك ومن طبعك. أعيش في سعادة وسرور. وداعا وداعا يا أيام الفقر والتعب، وداعا أيتها الديون. أجل وداعا إلى غير رجعة، وأهلا بالحياة الجديدة، أهلا بالمرح والسعادة والفرح، أهلا بالثياب الجميلة والحرير والذهب. سأعيش حياة سعيدة وأزوج حسن فتاة جميلة وأزينها بالزمرد والياقوت. حسن كيف تحب أن تختار زوجتك؟ ماذا؟ ويصير عندي أولاد؟ وينادونني بابا أين الحل؟ ويصحبهم أبي إلى مرعتنا الجديدة وتروين لهم أنت حكايات. أما أنا فسأشتري ألعاب كثيرة وحلوى كبيرة وفيلا وزرافة طاووسا جميلا. نعم طاووسا يمشي امامي هكذا. كفى كفى كفاكم احلاما واوهاما. هذا المال ليس لنا، انه مال صالح. أجل صالح باعنا الدار فقط،
ولم يبعنا مرة. لكن كيف تقول هذا؟ وأنا من وجد الجرة. نعم، بيدي هاتين. يا إلهي، أيعقل أن نترك هذه الفرصة النادرة تضيع من أيدينا؟ فرصة؟ أية فرصة هذه؟ ألا تعلم يا بني أن هذه الجرة أغلى من الدار بمئات المرات؟ لكن يا أبا حسن، الدار بأرضها وسقفها وجدرانها صارت لنا، وأعتقد أن هذا المال من حقنا. أجل، من حقنا. أرجوك فكر مليا في الأمر. ولماذا أفكر؟ لا أرى المسألة غامضة تحتاج إلى تفكير. الجرة أمانة ويجب أن تعود إلى صالح. يا أبي، لو كانت العم صح لأخذها قبل أن يغادر. مجنون، يمكن أن يتكنز كثيرا. يا له من مجنون. حسن على حق. اسمعني يا زوجي العزيز، أرجو، لو ظهرت في هذه الأرض عين ماء فهل نعيدها له؟ لا تحاولي تشكيكي، فهذه غير تلك. الأمانة فوق كل شيء. وهل ننسى ديوننا وحالتنا السيئة؟ هذا المال سيجعلنا في أحسن حال. لا علاقة لحالنا بالجرة. يا أم حسن، نحن مذ خلقنا الله لا نأكل إلا من كسب أيدينا، والله وحده هو الرزاق. حسن، هيا عيد الذهب إلى الجرة فورا. لكن يا أبي، ما رأيك يا أمي أن نقتسم المال بيننا وبين صالح؟ عجيب، أتريدين أن أطلب منه إعطائي نصف مالي؟ لا يمكن أن نطلب منه ذلك أبدا. إذن هيا معي نسلم الجرة لصالح الآن. لا، نعم الآن، فخير البر عاشرة. وتوصي يا أمي، هل ستعطونا للعم صالح؟ انتظر لحظة، أرى أن تتمهل إلى الغد. من يدري، ربما نجد شيئا آخر. احتمال وارد. إذن أكمل عملك يا حسن، وغدا نذهب إلى صالح في الصباح الباكر. يا ويلي يا ظلم ليلي، سيعيدها إلى صالح، سيعيدها إلى صالح. يا له من فالح، يا له من فالح، يا له من فالح، سيعيدها إلى صالح. يا له من فالح، يا له من فالح. شرف الإنسان أمانته، لا يفتنه ذهب يبلغ. يا الله، من أين جاءنا هذا الهم؟ يا رب ألهم الصواب وجنبني الزلل. يا رب ماذا أفعل؟ ألا يحتمل أن يكون الجدار قديما جدا وأن الجرة دفنت فيه من مئات السنين؟ هذا ممكن. نعم هذا ممكن، وبالتالي فهي ملك لمن يجوها. إذن فالجرة لنا. إنها جرتي أنا، لن ندع الجرة لهؤلاء الغواء أبداً. كنت قديماً أحلم أني أملك ديناراً ذهبية، وأنا اليوم سيكبر حلمي، فالذهب سيصير إلي. هي جرة، هيا تعالي أعطيني ذهباً وحلية، سصيدك لا أخشى أحداً، وأجرك جراً بيدي اليوم أو بكرة. ولكن لابد لي من فكرة. ولكن كيف؟ توقف، ما لم يحس. هل وجدتها في واد مهجور أم وجدتها في بئر في صحراء قارة؟
أو على قمة جبل شاهق حتى تحد نفسك صاحب. لا لا والله، يجب أن أردها إلى صاحبها مهما كلفني ذلك. من أين جئت أيها الذهب؟ ما أجمل بريقك وما أشد حريقك. يا زوجي العزيز، أرجوك لو ظهرت في هذه الأرض عين ماء فهل نعيدها لست ديوننا وحالتنا السيئة؟ اللهم ثبتني على الخير، لا بد من الوصول إلى حل. نعم نعم، لا بد من الوصول إلى تلك الجرة، وحل في الدنيا شيء أجمل من مداعبة لؤلؤة ومضحكة مرودة. أين أذهب أنت؟ ضع يدي. ماذا كنت تقول يا عينان؟ لا شيء لا شيء، نامي نامي أنت يا روح عينان، أنت العدة والعتاد. يا أجمل في الواد، ماذا أسمع؟ ومن أين لهذا الكلام الحل؟ رأيت حلما حلوا جميلا، أن يشعر شرابا حلوا أعلى فيه وأسبح. أسبح من السبعة وأكل حلوى لذيذة ملونة. لا ليس حمور، إصعاما إصعاما قوي سريعا. لقد أخطأ، أعذري، لقد أخطأ، لقد أخطأ. حمان الله من أخطائك الكثيرة، بالتأكيد ستجن. Yeah.
تفضل. جزاك الله خيرا. لن نتأخر يا أم حسن. سأعيد الجرة لصالح ونعود قبل الغروب إن شاء الله. أتمنى مرافقتكما ربما في مرة قادمة. سلم لي على حسناء ابنتي صالح، ما ألطفها وما أجمل خلقها. نعم أنت على حق. تحتاج العرب لبعض الإصلاحات. سنمر على سوق القرية في طريق العودة. أتريدين شيئا هناك؟ نعم تذكرت، نريد بعض البيض، فلم نجد بيضا كافيا في الخم هذا الصباح. أمر غريب. نعم. كل أتريدين شيئا آخر؟ لا شكرا، رافقتكما السلامة. سلمك الله. هيا يا حسن امضي على بركة الله. هيا هاي. أبي أبي ألا تأخذ معك؟ كدنا ننساك. هيا هيا اصعد. ألا أب هيا يا حمور انظر لقد خرجوا، علينا ان نتبعهم، يجب ان لا يغيبوا عن ناظرينا ابدا. سخرج القرد منهم يا حمور يا حمور يا حمور. اقتربي مني سوف اصبعك كما اصبع
امسكني جيدا يا حمور، امسكني جيدا، اقترب اقترب قليلا، امسكني بقوة، اقتربت 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 قليلا، اخذتها اخذتها اخذتها، اسحب يا حمور، الحمد لله أخيرا عاد إلى وعيه. نعم. أين أنا؟ أنت بمن يا بني؟ الحمد لله على سلامتك. أبي غبت كثيرا. لا تخف لا تخف بني، إن الله معنا. تعال تعال أنت أيضا أيش. لقد ابتعدنا كثيرا عن العربة يا أبي. الجرة، أين الجرة؟ لا أصدق ما كيف طرطقي، يا له من جاحد. تعالي تعالي واطمئني، المكان هنا آمن، إنه مخبأ آمن، كنز ثمين. أترين من أننا لما تمنى ومن صبر نال وشل شل 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 يا شل ماذا أسمع؟ من هناك؟ من هناك؟ عينات كيف دخلت إلى هنا؟ حمور عنه تثير، كيف أنت اليوم؟ إن حمور مريض يشكو من ألم في بطنه. ما هذا يا عينات؟ هل على في طعام له ذي الحمار؟ عينات ماذا تخفي يا عينات؟ قررت أن أشتري لك لن سرجن لجاما جوهرة؟ من أين أتيت بها؟ لا يهمك من أين أريد بها، وأنا ستنقلنا إلى دنيا السعادة. دنيا السعادة؟ من المال الحرام؟ السعادة يا رجل لا تأتي إلا من المال الحلال والعمل الشريف. شريف دعك من هالهراء، هذا كلام فارغ، سيصبح عندنا قصر. لا 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 10 قصور ونركب 20 حمارا بدلا من حمور، وسنأكل الطعام والسمك والطيور، ونشتري أحلى الثياب والبات والعطور، ونوقد النيران ونشعل البخور. النار، هذا الأهل الحرام سيوقد لك النار في الدنيا قبل الآخرة. خذ. لا يا شمس
لست سعيدا إني مهموم حيران بعد ضياع جرة أمس في قلبي كل الأحزان أبعد عني اليأس وأسعى لأزيح الهم من الصدر الأمانة الأمانة تعني من شأن الإنسان تمنحه عزا وأمان لا لن أيأس بعد الآن نفسي يغمرها الإيمان عند الفجر أعود وأبحث قرب النهر وفي الوديان أوصل حق الناس إليهم كي أحظى برضا الرحمن عند الفجر أعود وأبحث قرب النهر وفي حق الناس إليهم كي أحظى برضا الرحمن عند الفجر أعود وأبحث قرب النهر وفي الوديان أوصل حق الناس إليهم كي أحظى برضا الرحمن الأمانة الأمانة تعني من شأن الإنسان أسبوع كامل ونحن نبحث عن هذه الجرة ألا يكفي؟ ثم إننا لن نجدها بهذه الطريقة أبدا لا يا بوك لن أوفر أي طريقة للبحث عنها مرحبا يا جيران الثاني يا عيني ما قصدت أبدا لا بأس لا بأس أخبرني يا أبو حسن كيف الحال والعيال؟ هل الصيد وفير؟ ما رأيك وهديتني القليل؟ حمور يحبه مشويا أو مقليا إن أردتما بيعه في السوق فعليكما بالتاجر مرزوق فهو يعرف الله ويؤدي الحقوق شكرا ولكننا فقدنا شيئا ونبحث عنه صدقني ما رأيته ولو رأيته لأظهرته وما أخفيته لنسأل الورق فهو يصدقني ولا يكذبني واحد اثنان ثلاثة ماذا فقدتم؟ أين ما شكله؟ ما لونه؟ ها هي تحكي وتقول ما ضاع لن يعود ولن يقول شكرا يا نادي ما ضاع نده بالجد وثابرة لا بكلام أوراق خاسرة أوراق خسرة؟ كلكم بهذا الغباء أقصد الذكاء يا عمور لن يجدوها أقصد لن
يومكم سعيد. هيا يا حمود خذني إلى السرور. رجل غريب الأطوار حقا، لا أرتاح إليه أبدا. يا برنان لو عوك جعلوك طعما يسمعكهم حتما. أمي أصفر بطل زغزق. اصبر يا ربيع. سلمت يا أم حسن. دعني أكل وحدي كما يفعل حسن أرجوك. نعم ماذا تفعل هذا؟ لو كنت لقد استمتعت بذلك صدقني. إذا خذ هذه واستمتع بها. الحمد لله على هذه النعمة. هون عليك يا أبا حسن، ما بعد الضيق إلا فرج، لابد أن أهديك الله إليها. لو كنت أعرف السباحة مثلها لما غرقت في النهر. خذها لن تنفع لي شيء. هذا هو العمل الشرعي. وجد عندي هؤلاء القوم، هل همت به؟ ما عرفت معه
يلقي أحد علي أي لوم أنقذته أصار حقي اليوم. أرأيت مثل دهاء في البلاد؟ لا عناد أبو العنود طمعي ليس له حدود. أنا عناد أبو العنود طمعي ليس له حدود. وأسكن أحلى أعلى القصور وأخذ معي طبعا حمور وأشتهي له أجمل وأطول وأجمل أطول. أنا عناد أبو العنود طمعي ليس له حدود. أنا عناد أبو العنود طمعي ليس له حدود. سيعلو شأن ويهتف باسمي وأصبح أجمل وأغنى العباد لكثرة ملي وعظمة جاهي تجول العالم مثل السندباد. هجنة أتعرفني عناد أنا أبو العنود طمعي ليس له حدود. عناد أنا أبو العنود طمعي إلى أين أنت آهب؟ هذا وقت الغداء. أنا شبعان. لم تجبني. إلى أين تذهب؟ لا شأن لك بذلك. الإنسان أرادته لا يفتنه ذهب يبرق. لا لن أفعل ذلك. زوج يسرق حق الغير وهي تسعى لتعيد الحق. يا إلهي ساعدني. أنا قادمة. غريب، كأني سمعته يقرأ. أمين حسن الذكنجة. لمغفل أحمر يشتريك في الصباح ويفقدك في المساء. يا ويلي يا ويلي، ما هذا ما هذا؟ من أين خرجت يا جبابعي؟ ابتعدي عني ابتعدي عن جنتي. قبح الله منظرك. لا أين أذهب؟ أين؟ هنا هنا. لا لا لا، هناك أفضل. أرجو أن نجدها. يا للمكان الموحش. تعلم يا أبي، إن صح ما قالته الرسالة فإن من وضعها من أهالي القرية. ويعرف ما نجد. من أين نبدأ يا ترى؟ لنوزع العمل. ابحث أنت هنا وسأبحث أنا هنا. هل سمعت شيئا يا أبي؟ لا أفهم. من أين أتى هذا الصوت؟ تعال يا حسن، وجدت الجرة. حقا يا أبي، من أين أتى كل هذه الأفاعي؟ استعدي، وأين من دخلك؟ ما حصل؟ إنها خطيرة، لنخرج. ستؤذينا إن لم نتصرف بحكمة. هيا بنا. تعالي يا قبعة البن، تعالي يا وجه الشؤم.
هذا أمري ينكشف بسببك. ما كان ينقصني إلا أن تبا لك ولهم، لكني سأتخلص منكم جميعا. لن نخرج قبل أن أخذ الجرح. لكن يا أبي أرجوك، أنت متعب. قلت لك الجرح، لن أخرج بدونها. انتظرني هنا. هيا بنا. لا أريد أن أموت. هذا المال الحرام سيوقد عليك النار في الدنيا قبل الآخرة. أصمتي أصمتي، قبحك الله من امرأة بيضة. لن أموت، أتسمعين؟ سأعيش سأعيش يا قبيحة الوجه واللسان. لنسترح هنا. لولا شجتك يا حسن لما خرجنا سالمين. روحي فداك يا أبي. رعاك الله يا ولدي، الحمد لله. سحقا سحقا لك أيتها المغارة. أدخلك متبخرا أحلم بالجراد، وأخرج من فتحة كجحر الفأرة. ما ما يا ويلي يا ويلي يا ويلي ما كنت ألحق بجدي. هل تحت الآن يا أبي؟ هل يمكننا الذهاب إلى البيت الآن؟ لا يا بني، هذه الجرة شوكتي في حلقي، لن يرتاح بال حتى أعيدها سالمة إلى صالح. هيا بنا. صالح؟ كأني سمعت صالح. يا لك من نيد يا أمين، ولكنني أعلم لن تكون الجرة لأحد غيري. سترون سترون. فعلا إنها ثمينة. أين ذكرت أنك وجدتها يا حسن؟ في لقيت الشرقي في باحة النار. نعم نعم، ذاك الحائط الهرم. الحمد لله، رزق من السماء سقه الله إلينا. إلينا؟ إنها لك وحدك يا صالح. ماذا تقول؟ كنت أمزح. إنها من حقك يا أمين، لا تذكر سك البيع. السلام عليكم. وعليك وعليك السلام. السلام، أهلا بك يا حسناء. هيا هيا يا أمين، انسى الأمر واشرب قهوتك الآن. تفضل يا عم. شكرا يا حسناء. الحمد لله،
بالمناسبة أم حسن تسلم عليك. سلمك الله يا أم. اسمعني يا صالح، أشعر وكأنها طوق حديد يلف عنقي، خذها وأرحني من أرجوك. لا يا أمين، لا أستطيع أخذها، إنها ليست من حقي. ألا يحتمل أن يكون أحد أجدادك قد خبأها في الجدار؟ لا، لا تحاول ثانية يا أمين، الجر لك وانتهى الأمر. اللهم خلصني من هذا الهم، أرجوك يا صالح خذها وأرحني منها. عذرا، هل لي أن أتدخل؟ بكل سرور ابنتي. لما لا تحتكمان للعم فاضل؟ إنه رجل حكيم وذو عقل راجح. فكرة رائعة، ما رأيك يا أمين؟ حسنا، لنذهب إليه، عسى نجد الحل. هيا ما. وهذه هي قصتنا كاملا يا عم فاضل، فماذا تقول؟ قصة محيرة، الأمر يحتاج إلى تفكير ليس بهذه السهولة أبدا. خذ ما تريد من الوقت. ولم التفكير؟ الأمر واضح يا عم. لا لا، أمهلوني إلى صباح الغد. أرجوك أن تبقيها عندك، لا أريد أن أتحمل مسؤوليتها أكثر مما تعلمت. حسنا حسنا، كما تريد. ستبقى بأمان هنا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامة. رجل مسكين وعابر سبيل أرشدني الناس إليك. تفضل، أهلا وسهلا، الدار دارك. شكرا. لابد أنك ظمآن. شكرا،
كنت أفضل بعصير. لا بأس، سأشربه مع الطعام. آهن لو كان لحم أوز بمرق مع صحن أرز ودجاجة في حجم فيل حلوى. لا عليك، لا عليك، سآتيك ما يكفي. سينشغل لساعة. أربعة كلا، أين أنت؟ إن صدق ظني لابد أنها هنا. حصل المراد. ما اسم لك؟ أحلى عجيبة اسم لك. اهلا اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. يبدو ان لك اهتماما بالحيوانات. اجل لي خبره طويله في علم الحيوان. وهل في الدنيا شيء اجمل من لك؟ وهل زرت البحر عن لترى الشماتيش؟ أجل كم هي جميلة. يا لك من جهل. مفكرتك عم عجيب، أذكر أنني وضعتها في الصندوق. إيه أخبرنا يا عم، هل وجدت لقصة يا حلا؟ أجل، وأظنه سيعجبهم كثيرا. لا بأس، راكب منشغلا، سأتجول في البلدة وأعود بعد ساعة. أين اختفت؟ وضعتها هنا بيدي. خيرا، أصيبة، لم أجد الجرة. لعلك وضعتها في مكان آخر. لقد وضعتها في الصندوق، لم أفقد عهدي بعد. لا تنظر إلي هكذا، فتشني ولن تجد من قطعة ذهب واحدة. ذهب؟ وما أدراك أن ما فيها ذهب. واضح أن ما فيها ثمين. عذرا لا بد من ذلك. ألحق يا حسن، ماذا تفعل؟ عفوا يا أبي، ما قصدت الإساءة. رأيتم، لم أسرق شيئا، بئس المضيفون أنتم. أيها الضيف تمهل أرجوك. عجيب، لغز محير. مستحيل، لا أصدق ما أرى. هاتي ها يا جار السوق. أي جار أنت؟ فرح هيا نغني نبتهل لرب الأرباب. فرح هيا نغني نبتهل لرب الأرباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبارك يا عريس. شكرا يا عم، أدخلتم السرور على قلوب أهل القرية. هذا بفضل حكمتك وسداد رأيك. بالمناسبة، وزعنا المال على الفقراء وأعطينا العروسين حصتهما وبقيت هذه، تفضل. وماذا نصنع بهذه؟ أنا أعرف، نشتري طاووسا جميل. حسنا يا بني، غدا أرافقك إلى السوق وأشتري لك ما تريد. هاي أخيرا حصلت على طاووسي. أوجدتها، الجسر يا عم بحاجة إلى إصلاح. أحسنت، وأظن هذه تكفي. وما هذه؟ نصيبك من الجرة. لكن
إني لا أستحقه. أنسيتم ما فعله عنا؟